لا 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 يعني لا تشترط. هذه واحد ربما الإخوان الملفات ديالهم ربما راه كاين المصاريف ديال الجامعة، وقت الإخوان ديال الجالية عنيوها هو جوج ديال الحافلات الجامعة الطنطية. الجامعة الطنطية اللي غتسلم هاد جوج الحافلات يعني كاين هبة يعني بدون شرط وبدون قيد ولا كذا، أن هاد الجالية يعني بالخارج قاموا بواحد المجهود اللي بالمناسبة يعني غنفتح القوس أنني نبغي نشكر هاد يعني هاد الإخوان هادو أبناء مدينة الطنطية يعني في المهجر، اللي بذلوا في الحقيقة واحد المجهود يعني يشكرون عليه، اللي باش ندير حافلة وتجمع الفلوس يعني ما بين مجموعة ديال الأشخاص باش يديروا حافلة يعني الجامعة الطنطية من أجل باش تستافدوا منها يعني الساكنة ديال الطنطية. يعني هذا واحد المجهود زعما يعني خارق للعادة بكل صراحة. السيد الرئيس غير بالمناسبة هاد الناس هذا أنا نسقت معهم من البداية إلى آخر المطاف. واحد الحافلة راه كاينة في بلين صح يعني تسلمناها كجماعة، عندنا السوارت وعندنا الملف كارت كريز وعندنا الهبة وعندنا يعني كل المسائل، يعني غير كيخص دابا غير الإجراءات القانونية يعني نديروها باش نمشيو نخرجوها من يعني من الجمارك ديال بلين صح. هاد الإخوة هادو عندهم رغبة باغيين يعني يقدموا يد المساعدة لهاد المدينة في جميع المجالات، غير اللي خص هو أنه خصنا نكبروا بهم شي شوية كما كيقول المثل ونعطيهم يدنا حتى حنا. وبهذه المناسبة السيد الرئيس أنا كنقترح أنه في فصل الصيف اللي كتكون جارية هنا في المغرب نديروا واحد يوم نخصوا لهم واحد يوم المهاجر ولا المهم كيف ما بغيتو نسميوه نحتفلوا بهم، نجيبوهم من الجامعة ولا شي مكان آخر نحتفلوا بهم. إلا عندهم شي أفكار نقول لهم مرحبا حنا موجودين، حنا كمجلس راه موجودين نتعاونوا يعني باش نخدموا هاد الصالح ديال هاد السكينة هادي. هما راه بكل صراحة باغيين يعني يساهموا باش يعني في مختلف المشاريع هنا في الطنطية نكبروا بهم ونجمعوهم ونقولوا لهم قال احنا راه مستعدين ان نتعاونوا معكم بالمصلحه ديال هذه المدينه. وشكرا سي الرئيس. تتم رجوعين الى المجلس المفتاح. السلام عليكم. تتم من الاخ نائب الرئيس. الجاليه الحمد لله بنطيطاش اقوى جاليه في العالم. أقوى جالية في العالم لأنه نشتغل على قد تنقى ديك الجالية المغربية في أوروبا. ترأس الجمعيات على مستوى ألمانيا، هولندا، بلجيكا، دول سكاندينافيا وخا دروس جالية طنجة، ولكن الجالية بارزة دائما جالية من المنطقة المغربية. تيران على ول يولا جيكوان تاع نخدم توند فلوس سام بناء دمان سام الى اخره صار تواصل فتواصل وظن تواصل ديني غير مع مستويات مختلفة وتخصصات مختلفة. مران زمان الشي أمين لسي محمد أكيس النوم تاع علاقات كل جزء موقع نس ما الجماعة ما دك كل شيء محدث، لكن كل جزء غاس يبدو كان الناس كل جراسة يودان بنيت معمل وأن قوة العلاقة هي ثانيتين لا بد الجالية خدنا عكس إيجابي خل العمل إذا تقوم المغرب في مختلف الأخاني خصنا منخ بأنه سر للتنمية الإسرائيل سر التنمية المدايم الجالية نزلين يقول أكبر جالية للعالم هي الجالية اليهودية، المشردين للعالم. من ما رحنا عشان تموت خدمت السنين تموت. لما استقلنا عشان تموت تجين جمعيات من بدنا تكني ولا من أوروبا. دعم تموت السنين الأصلية.
أصل مودين لم تسلم وغسبوت معه، ولكن استطع من خلال النظام نسلم بالعالم المساهمة في نسلم الفرقة اللي خمسلم للشرق العربي كل مساهم للعملية سوجت رسائل ثم كما غير إن شاء الله نتفق اسم كيجن نحفي الكريمي اسم سوجت إن شاء الله فهم مباشرة نوعنا رمضان لكم أسنة فهم شينا سوجت شوي نسوجت لهم كيجن لقاء التواصل يعني خلاص عمش وش غان سلم إذن أنا عادة الهبة يعني معنا الحافلات المصادقة طبعا ما لي الاستفاقية إذن الإجماع صدق الإجماع